السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلاً ومرحباً بكم معنا في حلقة جديدة من فود من الموجود. فكرة البرنامج مكونة من 4 حلقات حنزور من خلالها عوائل سعودية، حندخل معاهم إلى مطابخهم. اليوم إحنا واقفين قدام بيت عبد الله وألاء، خلونا ندخل مع بعض جوا ونشوف إيش في عندهم في ثلاجاتهم وإيش ممكن نبتكر معاهم من وجبات لذيذة وشهية. يلا معنا. الآن إحنا في المطبخ عند عبد الله وألاء، فتحنا الثلاجة وشفنا إيش في عندهم مكونات. لقينا في عندهم أشياء الأساسية اللي موجودة في كل بيت، حنحاول نعلمهم وصفة موجودة في أغلب المطاعم بس ما فكرنا نعملها في البيت. حنبتدي بتعريف المكونات. عندنا خيار، خس، ليمون، وعندنا حمص، وآخر شيء عندنا العيش. حلو الكلام، حنبدأ عد. طبعًا السلطة اللي حنسويها حنسوي سلطة سيزر سالاد، أظن كلنا يعني معروفة بنحبها. حنبدأ أول شيء هنقطع الخس والخيار. كنت تقطعي لي العيش وانا قلت لك شيل الاطراف وبعدين نقطعه بس 3 وصلات طويله طويله. ايش رايك نبدا نسوي الدريسنج؟ او اكشلي انت هتسوي العيش، فديكي نبغى اوليف اويل وتوم، هندهنه على وش العيش بعد كده هندخله الفرن. ايش رايك تبدا تسوي لنا الدريسنج انت؟ دريسنج نمبر 1 حيكون عبارة عن مايونيز. اوكي، مايونيز، مسترد، عندك ملح وفلفل، حط لنا 2 ملاعق من الخل، هذا خل العنب. عندك هذا خليط من الفلافل، فلفل اسود وفلفل احمر. هذا الفلفل الاحمر الحلو، ادينا منه شوية بس ضغطة كده، ممتاز. هيا دحين حنبدأ نخلط بدا وحنزود زيت الزيتون تدريجيا واحنا بنخلط. طلع لي بالله الحمص، خلاص المفروض يكون، نشوف كيف لونه صار جولدن براون. يا سلام، يا ذهبي ذهبي. هنبدا عاد جيب الصحن، حط الصحن على الطاوله، صحن الخس. يلا ابدا ارص الخيار عليه كده بشكل مرتب عشوائي زي ما تحب. بعدين ممكن نحط العيشه كده. طبعا الصوص هرشه على الوش بالشكل هذا. تشيز شويه، تشيز شويه، ليه لا؟ طبعا هذه تشيز. الحمص دحين هنرشه على الوش، واخر لمسه نحط من الفلفل الاحمر حقنا عشان يصير عندنا الالوان كلها في الصحن. الان حنبدا في الوصفه التاليه، عباره عن دجاج مقلي. حنوريكم كيف الطريقه، بسيطه وسهله. اول شيء نبغى نسويه، نبغى نشغل الزيت، نحط شويه زيت الاول. اوكي، وما نبغى نعلي النار عليه جدا، نبغاها تكون حراره متوسطه تقريبا على حرارة 320 فهرنهايت. حنستعمل أكياس نايلون موجودة عندنا في كل بيت. إيش حنسوي؟ حنجيب كيس زي ده، تفضلي حطي لي فيه كاسة من الدقيق، وأنت حتسوي نفس الشيء، نبغى كيسين طبق الأصل. فحنبدأ نحط دحين البهارات. أوكي، عندنا هنا بودرة البصل، بودرة الثوم، نبغى منها 2 ملاعق من كل واحدة. أيوه، هذا التشيلي بيبر، وعندنا الأوريغانو. أوكي، هديك شوية ملح. هنا حنحط بدل البقسماط حنستعمل الكورن فليكس. ونحطه في نص خلطة الدقيق. حنحط هنا الحليب، بدل ما بنستعمل في الطرق التقليدية انه احنا نحطها في بيض. فحتبدأ ابغاك تحط لي الدجاجة، تحطها جوا. حطه بحنية جدا، وطبعا حياخد تقريبا بين 8 ل10 دقائق لأن هذا صدر، فما حيطول مرة في الطبخ يعني. دحين الدجاج بيقلي، نبغى نبدأ نسوي الصوص. عندك توم؟ طيب، الحركة اللي حنسويها هنحطها في قدر ونطبخها في الفرن لمدة ساعة تقريبا، حتسويها مرة طريقة. فحنحطها هنا بالطريقة هذه. ما تحتاج موية؟ طبعا نبغى لها بس نقطة صغيرة موية عشان لا تنحرق من تحت. هندخلها مع المايونيز ويصير عندنا خلطة توم بالمايونيز، أسهل من كده ما في. تقريبا زي ما قلنا 8 ل10 دقائق، وحنشوف الشكل اذا طلع جولدن براون بالشكل ده، تشيكن ستريبس او تشيكن ناجتس في 10 دقائق. الان حنسوي حلى الشوكولاته، شوكولاته البندق اللي ان شاء الله تعجبهم اكثر من الساندويتش اللي بتسوي لهم هو. حنبدا المكونات كلها قدامنا مره بسيطه. حط بياض البيض هنا والصفار هنا، نبغى 3 صفار بيض وبعدين 3 بيضات كامله. والمكونات اللي معانا الأساسية الثانية عبارة عن سكر أبيض، شوكولاتة بندق، ودقيق. طيب دحين نحط الدقيق، هذا الدقيق موزون، عبارة عن ربع كاسة دقيق. ربع كاسة؟ ربع كاسة، هي موزونة مضبوطة. هي
والسكر الابيض 3 4 كاسه كله يدخل في نص الصحن. وانت ممكن تاخذي الشوكولاته واستعملي الملعقه الحمراء دي وادينا كل قطره منها حتى اخر قطره. اول شيء ابغاك قبل لا تشغلها اخلطها شويه عشان الدقيق لا يطير في وجهك. هيا دحين يلا شغلها على رقم واحد بس. يا سلام. خلهم في بعض وشكرا لكم. الا نبغى نشوف الصحون هذه نبغى ندهنها بشويه زيت ودقيق عشان لا تلصق الكيكه. عارفه كيف نسوي الحركه دي؟ يلا يلا حط لي هو دحين هنا حطه نبغى نحطه يكون 3 4 قبل. اوكي كمان شويه حينفش بعدين حينفش هو بعدين في الفرن. شكرا على استضافتكم لينا، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا وتعلمتوا شيء مفيد. ايش رايكم في اللي سويناه اليوم؟ بالنسبة لي كانت تجربة جدا رائعة. نعم. بس الحاجة الملاحظة الوحيدة اللي أشاركها أنا ولا الزينة أخذت معظم الوقت. هو فعلاً بس العين تشتهي قبل البطن. أنا عن نفسي حابة أشكرك عشان علمتنا أكلات سهلة على الكبار وفي نفس الوقت الأطفال يحبوها. نعم. بس إنه الحلا يعني كان يبغى له آيس كريم. بصراحة نقطة سليمة في محلها، إن شاء الله المرة الجاية لما تعمليها ليوسف وحسن. أيوه تدي لهم هي كذا على جنب. إلا أكيد إن شاء الله. يلا نقول بسم الله صحتين على قلبكم.